وقع انا كنت كنصير وسمعت داكشي ديال الباك بحال شي بوطه. ملي هبطت نشوف لقيت الناس كلشي مجوقين هربوا تخلعوا. السيده اللي في الموبل ساكنه يلا وقفت شويه تمشي حدا المول الحلابه ويطيح جاب الله ما طاحش ليه قويه بزاف بحال شي قلت لك انفجار ولا خرجوا السكان من هبطوا يلا طلعوا اداء. كاين صلحوا من عام لعام الصلاح، الصلاح راه مزيان ديال المواطن.